مشاهدينا الكرام، والآن نتابع معكم أداء العملات المختلفة في البنوك المصرية. البداية دائما مع الدولار، والصورة تبقى كما هي مثل الأمس، الأسعار لم تتغير. أما العملات الأجنبية والعربية الأخرى فشهدت ارتفاع طفيف. اليورو 21 جنيها و11 قرشا، والاسترليني 23 جنيها و91 قرشا. هذا وارتفعت أسعار الذهب ترقبا لتمرير إصلاح قانون الضرائب الأمريكي. وفي المقابل اتجه الدولار للانخفاض. طبعا نحن نتحدث عن الأسواق العالمية. زاد الذهب في المعاملات الفورية بعشرين بالمئة ليبلغ سعر الأونصة 1263 دولار و62 سنتا، بينما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير إلى 1266 دولارا و40 سنتا للأونصة. في مصر صعدت أسعار الذهب بفارق يصل للستة جنيهات عيار 21، بلغ السعر الجرام 636 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 5086 جنيها.